السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهاردة عن درس مصر تحت حكم الرومان. تعالوا نعرف مع بعض مين هي دولة الرومان. دولة الرومان هي الدولة اللي حكمت مصر بعد سقوط دولة البطالمة. احنا عارفين يا شباب ان دولة البطالمة مرت في مصر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة القوة، ودي اللي قلنا بدأت من عهد بطليموس الأول إلى بطليموس الثالث، والفترة الثانية هي فترة الضعف اللي بدأت من بطليموس الثالث الرابع إلى كليوباترا السابعة. في وقت فترة الضعف، اللي الفترة اللي ضعفت فيها دولة البطالمة، بدأت الإمبراطورية الرومانية في الظهور. استطاعت إن هي تسيطر على معظم أنحاء البحر المتوسط، يعني الدول اللي بتطل على البحر المتوسط. ما عادش قدامها سوى مصر، ما فيش فاضل قدامها إلا مصر علشان تبقى سيطرت على البحر المتوسط كله. وهي استطاعت ده فعلا، أو قدرت تسيطر على مصر سنة 30 قبل الميلاد بعد انتصارها على البطالمة في معركة أكتيوم البحرية. قبل ما نشوف الأحداث ونعرف المعركة، تعال الأول نشوف علاقة الرومان دول بدولة البطالمة. علاقة روما بدولة البطالمة، يعني العلاقة بين الرومان والبطالمة، مرت بثلاث مراحل. احنا ممكن نشوف ده في شكل سؤال. سؤال بيقول دلل على صحة العبارة: مرت العلاقة بين دولة البطالمة والرومان بعدة مراحل. ايه هي المراحل اللي مرت بيها العلاقة؟ المرحلة الأولى هي علاقة ود وتبادل تجاري. المرحلة الأولى ما بين دولة الرومان والبطالمة ود وتبادل تجاري. كانت العلاقة ما بين دولة الرومان وما بين البطالمة في مصر، يعني كانت بين الرومان ومصر اللي هي كان فيها البطالمة، ود وتبادل تجاري بسبب إن مصر في الوقت ده كانت دولة قوية بسبب قوة مصر في عهد البطالمة الأوائل. يعني لو قلت سؤال بما تفسر كانت العلاقة بين روما ودولة البطالمة في البداية قوية، هنقول لأن مصر كانت قوية في عهد البطالمة الأوائل. طب بعد كده لما ابتدت تضعف، قامت روما بفرض الحماية، وهي دي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي فرض الايه؟ الحماية. الحماية هي شكل من أشكال الاستعمار، فضلت أو أخذت شكل تدخل سياسي روماني في شؤون مصر باعتبارها هي القوى العظمى في العالم. روما شافت نفسها إن هي بقت أقوى دولة، فابتدت تفرض سيطرتها على مصر. المرحلة الثالثة هي فرض السيطرة الكاملة، هي تدخل سياسي واحتلال عسكري كامل. الكلام ده بدأ من سنة 30 قبل الميلاد. يبقى روما، أو العلاقة هنا بنقول ما بين روما وما بين دولة البطالمة، أول حاجة هي علاقة ود وتبادل تجاري، تاني حاجة هي علاقة فرض الحماية، ثالث حاجة هي علاقة تدخل سياسي واحتلال عسكري. تعالى كده نتكلم عن روما شوية قبل ما يدخلوا مصر. كان اللي بيحكم روما واحد اسمه يوليوس قيصر. بعد ما يوليوس قيصر ده مات، وكان بيحكم الإمبراطورية الرومانية، حدثت حرب أهلية بين قواد يوليوس قيصر، كل واحد منهم هو اللي عايز يسيطر على الحكم. لكن في النهاية انتهت الحرب دي بالاتفاق ما بين اتنين من أكبر قواد يوليوس قيصر. الاتنين دول هما كانوا واحد اسمه أنطونيوس والتاني اسمه اكتافيوس. اتفقوا على ايه؟ على تقسيم الإمبراطورية بينهما. كانوا قسموا الإمبراطورية لنصين، القسم الغربي من الإمبراطورية هيحكمه اكتافيوس،
اما القسم الشرقي فده اللي هيحكمه انطونيوس. يبقى كده انا عندي بعد يوليوس قيصر ما مات اتقسمت الامبراطوريه لايه؟ الاثنين ما بين اثنين من قواد يوليوس قيصر. انطونيوس هيحكم القسم الشرقي، اما اكتافيوس فيحكم القسم الغربي. لما طبعا كده الاقرب لمصر هو القسم الشرقي من الامبراطوريه الرومانيه، ده اقرب لمصر. كان اللي بيحكم مصر في الوقت ده هي الملكه كليوباترا اللي هي نهايه دوله البطالمه. الملكه كليوباترا ارسلت دعوه الى الملك انطونيوس اللي هو بيحكم القسم الشرقي تدعوه فيها لزياره مصر، وفعلا انطونيوس استجاب لدعوه كليوباترا وجي مصر. لما جه مصر اعجب بها وتزوجها. لما تزوجها اهداها بعض الاقاليم التي فتحها في الشرق، بعض المدن او الاقاليم اللي هو فتحها ومفترض ان هو يضمها للقسم الشرقي اللي هو بيحكمه، لا هو اهداها للملكة كليوباترا ولابنائها. كمان احتفل بانتصاراته دي في مصر وليس في روما، يعني لما كان بيفتح جزء جديد او اقليم جديد بيجي يحتفل في مصر بانتصاره مش في روما. مين اللي اتضايق من ده؟ اكتافيوس اللي بيدير او بيحكم القسم الغربي اتضايق، لان هي الامبراطورية كلها على بعض، فده كده هو شايف ان هو بيفرط في جزء من الامبراطورية. فقرر انه يحارب انطونيوس وحليفته كليوباترا، وبالفعل دارت بينهم معركة هي معركة أكتيوم البحرية. معركة أكتيوم البحرية موقعها على الساحل الغربي لبلاد اليونان، كانت سنة 31 قبل الميلاد. لو قلت بما تفسر معركة أكتيوم البحرية، السبب هو توتر العلاقة بين اكتافيوس وانطونيوس. يبقى سبب معركة اكتيوم هو توتر العلاقة بين اكتافيوس وايه؟ وانطونيوس. طب حد يقول لي ايه سبب توتر العلاقة؟ اتفقنا ان العلاقة دي توترت بسبب اهداء انطونيوس لبعض الاقاليم لكليوباترا وابنائها. مش بس كده، ده اتفقنا كمان ان هو احتفل بانتصاراته في مصر وليس في روما. اتفقنا ان ده اللي ادى الى توتر العلاقة ما بينهم، وبالتالي قامت بينهم الحرب. يبقى معركة اكتوم البحرية تاني هنقول ان كانت على السواحل الغربية لبلاد اليونان سنة 31 قبل الميلاد، كان اطرافها اكتافيوس وضد انطونيوس وحليفته كليوباترا، وبسبب السبب بتاعها هو توتر العلاقة بينهم بسبب احتفال يوليوس احتفال انطونيوس بانتصاراته في مصر وليس في روما، واهدائه للملكة كليوباترا وابنائها بعض الاقاليم التي فتحها في الشرق. طب ايه النتيجة بقى؟ يا ترى مين اللي انتصر فيهم؟ ما النتائج المترتبة على معركة اكتيوم البحرية؟ النتيجة هي انتصار اكتافيوس وانتحار كل من انطونيوس وتبعته كليوباترا. وبكده
تصبح مصر ولاية رومانية، استطاع اكتافيوس ان هو يسيطر على مصر، وبكده سيطر على البحر المتوسط كله. يبقى لما يقول لي ما النتائج المترتبة على معركة اكتوم البحرية، هنقول انتصار. مين انتصر؟ اكتافيوس. طب ايه كمان؟ بعد ما انتصر انتحر كل من انطونيوس وكليوباترا. هما انتحروا عشان خافوا، هو انطونيوس في الاول انتحر، خاف انه يقع اسير في ايد اكتافيوس فانتحر، فكليوباترا خافت ان هي برضه تقع اسيرة في ايده فانتحرت. طب بعد انتحارهم ايه اللي هيحصل؟ اصبحت مصر ولاية رومانية. تمام، يبقى ده ايه النتائج المترتبة على معركة اكتيوم البحرية. هنقف لحد كده، هنكمل الباقي في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.